يو، السلام عليكم. المهم عارف لا شيمشي ديالي ما يخليكم على الفيديو. المهم مريح نكون ويكتي، عيط عليا الدري صاحبي نتبع له شي ان كوجي، قال لي واش عبد الحق كان في البحر. قلت ليه يمكن، قلت ليه هو راه كيمشي. قال لي المهم راه شفت واحد الروج عضو في كرشو في دروج قريبا. قال لي سير شوفو. المهم حنا دابا اليوم غنمشيو عنده، الله يمكن راه مبغاش يدير لكم فلوغ، مبغاش يوريكم داك التخسير وداك الشيء. المهم حنا غنمشيو عنده والله، غنمشيو غندويو معاه الا بغى يورينا، ما بغاش ما عندنا ما نديرو، غنمشيو عنده. خليكم معايا يلاه. المهم نخرج حنا غنمشيو عنده ونسقي عنده. يلا 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 سلام. اشرف واش حي ضروري كاين اشي واش فين حبيبي لاباس كلشي بخير بيلي يلا بيلي يلا شاش لوش افوك تلعب يلا بيلي فين اشرف فين حي سما كلشي بخير اش هاد المزيه ديال اليوم واه جيت وخا مخاصم معاك علاش تضرب شي وما قلتيش لي ناس اه شكون هي لك قالوا لي الدراري العائله راه كبيره راه كلشي كاين لا يتضرب شي عندك شي روش ولا شنو شي حاجه البحر والبارح بغينا الحمد لله داز الامور بخير على خير وخصك تعاود لينا وصلاتك الاخبار بغيت نقول لها بغيت نشوف واحد الناس ولا لا فامي لو شيان كو جيم راه عرفتي قداش جراو معايا جراو معاك وصلوا ليا قالوا لي كلشي في انستغرام دابا شنو بغيتي تعرف خصك تعاود لينا حنا كاملين راه كامل انا راه مع لا فامي جيت عندك خصك تعاود لينا شنو جيت تسول فيا جيت تشوف الدرب قلت لك ليه واخا ماشي مشكل يلاه سير دابا قول لي واش تعرف اش نطرا بابا تعاود لينا حنا كاملين تعاودنا شنو ماشي مشكل مشيت للبحر مشيت باش ندري سي موهاوك مشينا سال الدار بعدنا زعما كاين على الصداع على الكلاب على بزاف الحوايج زعما مشينا عند الناس حضاريين المهم بقيت كنلعب بالمونشيط بان لي واحد الروت بان لي عند مولاه شديتو قلت ليه واش كيعض قال لي كيعض قال لي ولكن عمري جربتو بالمونشيط قلت ليه واش نقدر نجربو قال لي جربتو بالمونشيط عطيتو عض صافي ساليت معاه انا غادي بحالي كنلعب مع موهاك هو وصلت ليه من يدو ولا ما عرفت طلع لي لاليس ولا ما عرفت شناهو تا كنسمع عندك 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 كنجي ندور كنلقاه هو اللي جاي عندي عاوتاني صافي شدني من صدري من هنا ولكن جاب الله ابار ليكسبيريونس ولكن سيدي ربي كبير دار لي ربي فهمتي فين هي ضربه خايبه هادشي كامل حفظك الله والله صافا ما كنتش متوقع انا هاد العده كامله ديال الروز غادي لي بحال هكا ولكن الزهر اللي عندي هانتوما هانتوما عطاي هادشي كامل عندي الزر ما شدش لي يطلع من هنا دابا انا شنو طرا لي فاش هو نقز بغى يعض انا فاش درت بحال هكا لقيت وصل ليا اي فوا لقيت وصل ليا جيت ندفع ملي جيت ندفع برجلي باش نرجع باللور رجلي دخلت ليا في الرمله صدق طيح زلقتي زلقت صدق طيح الوقيته اللي هو جا فيا نيابه هنايا ما تحكمتش ليه اش درت انايا شديت بالمونشيط هبط ليه راسو ما هبط ليه راسو هي اللي تثبت ليا في الناب هنايا تجرح ليا دار ليا هكا هنايا صافي شفتو غيعاود يعض خشيت ليه المونشيط في فمو صافي فيكسيت عليه فمو بقى كيعض في المونشيط خليتو خليتو كيتعنتت معايا كيتعنتت معايا كيتعنتت معايا وهادشي كان كيتصور ولكن ما بغيتش نلوحو للدراري الدم مش من حاجه عاوتاني الدم عاوتاني وبزاف الناس جاو تجمعوا وخويا عبد الحق شويه شويه هادي شويه شويه ولكن الحمد لله حطوك اميرو حفظك الله هادشي اللي كاين او سميتو شكون اللي كاين عيطوا لك عيطوا عليا في انستغرام صيفطوا لي ميساج قال لي واش الشين كجيم كان نهار اثنين في البحر كنت مشي للقدام انا نقدر حيت عارفك راه ما تجبرك ديما في البحر يا خويا شنو نقول لك حفظك الله الله يحفظك بخير انا ولكن كاين واحد الحاجه جديده ما غاديش نقولوا عليها صافي خليها مفاجاه خليها الفيديو اللي غيكون فيه كل شيء لي ديتاي ولا مفاجاه اليوم هادشي اللي كاين المهم خوت الاخبار الجديده اللي كاينه وجدت لكم بزاف ديال الفيديوهات ديال الدريساج شكرا بزاف حيت متبعين ومتبعين بزاف لي ديتاي والناس اللي كتسول شكرا بزاف المهم الجديد اللي غادي يكون غيكون فيديوهات جداد ديال الدريساج كيفاش تدريسي كلبك وغيكون واحد فيديو علامه الحمل اللي اول واحد كيربي شي نتوما
باش كيكون واحد كيعرف بان ما كاينش واحد الحمل الوهمي، كيعرف كلمته حامله. غادي يكون ان شاء الله الفيديو الجاي هو اللي غادي نلوحو نبدا به، مع باش غيكون لوحو فيديوهات ديال الدريساج، وغيكون واحد الفيديو ديال الجروبات كنخرجو كنديبلاصاو، واحد فيه فيزيك واحد فيه دريساج، باش الكلاب كاملين اللي عنده شي كلب يعرف كيفاش يتعامل معاه ويفهم الكاركتر ديال لي شيان، كيفاش خصك تتعامل مع الكلب وشنو خصو وشنو اللي ما خصوش. المهم هادشي كامل وجدتو لكم اللي جاي احسن ان شاء الله، واي واحد عنده شي حاجه يخليها ليا في كومونتير، ونشوف اش من فيديو اللي نبدا لكم به نلوحو لكم باش نعرف اشنو الناس اللي الحوايج اللي ما قادراش ديرهم. نشوف لي كومونتير باش نعرف الناس الحوايج اللي باغا اللي لقات فيها المشاكل، باش نلوح لكم هذاك الفيديو، راه تسجلت بزاف الفيديوهات دابا كنتسنى غير شي حوايج نوجدهم ونبدا نلوح لكم اشاك سومير ولا جوج فيديوهات في كل سيمانه. يلا خوتي تبارك الله عليكم، وبيس على اش خويا اشرف ديما كيغفلني بهاد اللعيبات. شكرا اخويا اشرف، كاين الله يحفظك. هذا واحد لابرادور بيلي جايين فيديوهات، وشفتوا واحد الفيديوهات وغتشوفوا واحد الفيديوهات مزيانين ديال الترافاي اللي جاي احسن تبارك الله عليكم. بيس.